صالة عرض شانجان، البياع، الشارع الأول، مقابل الحديقة، مقابل المتنزه. خلونا نشوف شباب الألوان مال اليونيتي. ولا أروع ولا أجمل، باع هذا اللون، باع اللون، هذا اللون الأخضر الحشيشي خرافي، وباع هذا اللون الإسمنتي الطافي، أما اللون السمائي مخيف، وأكو أيضا اللون الأبيض واللون الأسود. شباب يونيتي ولا أروع ولا أجمل، محرك 1500 توربو تشارج، ناقل حركة 9 سرعات من شركة آيسن اليابانية، 8 أمام والبك 9. طبعا شباب اليونيتي تجي أوامر صوتية، صعد الجام، نزل الجام، فتحي بانوراما، شغلي راديو، شغلي موسيقى، شغلي تبريد، طفي تبريد. التورك ماله شباب كلش عالي، 300 نيوتن متر بالثانية. سيارة سبورت رياضية ولا أروع ولا أجمل. أما بالنسبة لهذا اللون ما أحكي لكم عليه، مخيف، اللون مخيف ولا أروع ولا أجمل. لاحظ عزيزي، والداخل الأحمر يموت. طبعا تيجي بانوراما، مقاعد جلد، ريكارو، اوتو بارك مثل ما تلاحظون، كاميرا 360 درجة، شاشة LCD فول HD 4K بعد يده منانة، مساحة مخيفة ولا أروع ولا أجمل. بعد تشوى حلو القلوب هذا الفوق، سيارة روعة شباب، واللون ما أحكي لك. جابت كروم 20 قياس 245 على 45 على 20، ما احكي لكم الالوان، الاسمنتي والاخضر الحشيشي والسماي والابيض والاسود، تدللون علينا. نستقبلكم حبايب بصالة عرض شانجان بالبياع من الساعة 9 صباحا وحتى 8 مساء، تدللون علينا. وهاي لقطة للحبايب ويا اللون الاخضر.